الله يعطيكم العافية. الحصة الماضية نحنا بلشنا نحل exercises عن ال covalent وال ionic bond. اشتغلنا exercise 2 كان حلينا قلبه 8 parts. exercise 2 اللي كان choose the best answer or answers. بقي exercise 9 حسيت الحصة صارت طويلة. ال part 9 من هذا ال exercise حسيت الحصة صارت طويلة فرح ارجع اشتغل لكم اياه لحاله. يعني هيدا بتضيفوه على exercise 2 اللي كنا عم نحله الحصة الماضية. Choose the best answer or answers. عم بيقلنا ان the molecule made up of sulfur. عطانا السلفر والالكترون configuration لإلها and hydrogen. عطاني الالكترون configuration للهيدروجين. فاذا عندي molecule made up of sulfur and hydrogen. There are two ionic bonds, two single covalent bond, one double covalent bond or one single covalent bond. اول شيء بدنا نحدده اذا شو نوع البوند، يعني هو كوفالنت ولا ايونيك، لانه مستحيل يكون نوعين بنفس الوقت. طيب شو اللي بيحدد لي اذا عندي ايونيك بوند ولا كوفالنت بوند؟ طبعا هو نوع الاليمنت. اذا عندي ميتال مع نون ميتال فاذا عندي كوفالنت ايونيك بوند. اذا عندي نون ميتال مع نون ميتال فاذا انا عندي كوفالنت بوند. كيف حدد نوع الاليمنت إذا هو metal ولا non metal؟ بتطلع بالكولوم. كل شيء كولوم to the left side of the stair step line. خليني ألاقي التيبل. To the left side of the stair step line هو non metal باستثناء الهيدروجين. وكل شيء هوني، كل شيء هذا stair step line، كل شيء على left side بيكون metal ما عدا الهيدروجين، هو النون metal الوحيد اللي على column 1. كل شيء على right side of the stair to the stair step line بيكون non metal. طيب يعني او اذا بدكم من column 1 لل column 13 هن metals، من column 13 لل column 18 هن non metals. نرجع لحديثنا، نتطلع بالسلفر. شو عنده السلفر؟ السلفر عنده باللاست انرجي ليفل 6 فالنس الكترون، so it is in column 16 so it is a non metal. الهيدروجين عنده 1 فالنس الكترون، صح يعني هو بكولوم 1 مزبوط، بس هو النون metal الوحيد اللي موجود بكولوم 1. فاذا السلفر نون metal والهيدروجين نون metal، so the bond between sulfur and hydrogen is a covalent bond not ionic bond. فالخيار الاول اكيد مش مزبوط. بقي نعرف اي نوع من single covalent bond. طيب كيف بدنا نعرف؟ بدنا نرسم Lewis structure، Lewis dot symbol لكل element، او نشتغل بالطريقة اللي تعلمناها من قبل. بس انا رح اشرح لكم اول شيء على Lewis dot symbol حتى تصير اوضح القصة. رح ارسم Lewis dot symbol للسلفر. هيدا السلفر. Lewis dot symbol is the representation of the valence electron. Sulfur has 6 valence electrons. رح حطهم 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Hydrogen has 1 valence electron. كمان رح حطه هيدا الهيدروجين. هيدا الفالنس الكترون اللي عنده اياه. إذا جينا طلعنا هيدا السلفر بدو يعمل شيرينج لهيدا الالكترون اللي عند الهيدروجين. طيب السلفر بعد عنده لون الكترون، فهو اذا بحاجة لهيدروجين تاني، فرح اعطيه هيدروجين تاني حتى يعمل شيرينج معه. فبهيدا الحالة بيكون السلفر والهيدروجين عملوا تو سنجل كوفالنت بوند. هيدا اول سنجل كوفالنت بوند لانه هو شيرينج اوف وان بير between these two atoms. وهيدا تاني single covalent bond لأنه هو sharing of one pair of electrons between these two atoms. إذا ما فينا نقول عنهم double، هيدا single covalent bond وهيدا single covalent bond، فعندي two single covalent bond، فبيطلع الجواب البي هو صح. طيب لنشرحها بالطريقة اللي نحنا معودين عليها. منقول كل atom كم فالنس الكترون عنده وقديش فيه بحاجة. نبلش بالهيدروجين. هيدروجين اتوم has 1 valence electron، هيته
K1 يعني 1 valence electron. قديش بي بحاجة؟ It needs 1 electron to be saturated and achieve Dewitt rule. K1 بعد بدأ electron وحدة لحتى تصير saturated according to Dewitt rule. الهيدروجين هو الوحيد اللي انتو بصفكن رح يعمل Dewitt rule. Sulfur, it has 6 valence electron and needs 2 electrons to be saturated and apply octet rule, يعني 8 electrons. نحن شو كنا معودين من قبل؟ نطلع بالاتوم اللي عنده نيد اقل، اللي هي هون مين؟ هيدروجين. هيدروجين needs 1 electron بينما السلفر needs 2 electron. ناخد اللي نيد اقل ونشوف قديش بدنا نضربه لحتى يصير قد التاني، يعني 1 electron بدنا نضربه ليصير قد 2 electron، بدنا نضربه ب 2. يعني السلفر الوحدة needs 2 hydrogen، الرقم اللي بنضرب فيه هو عدد الهيدروجين اتوم اللي بدنا اياهم، فرح نضرب الهيدروجين اتوم باتنين، فعنا 2 hydrogen atoms. Each hydrogen atom will share one pair of electrons with the sulfur atom to form one single covalent, to form two single covalent bonds. كل hydrogen atom will form one single covalent bond, so we are going to obtain two single covalent bonds. فإذا إن شاء الله يكون هيدا الشرح واضح. بدنا نحل، لكن بس لحتى تكونوا كتبتوا على دفتر كون هيدا الاكسرسايز 2، هيدول كل ال solution لإله بشكل مختصر. حنروح هلا على exercise number 6. exercise number 6 هيدا exercise typical ممكن بيجي بيطلب الامتحانات حتى. عم بيقلنا arginine is an amino acid used in the biosynthesis of proteins. It's found in the red meat, chicken and fish. Arginine can be also synthesized in the laboratory and used as medicine. Two molecules of arginine is represented below. The molecule of arginine is represented below, where some atoms are labeled 1, 2, and 3. في عنا هيدي المولكيول الكبيرة كلها سوا اسمها arginine. عمل لي label by 1, 2, and 3 لمين؟ هيدا الكربون اللي هون هو الكربون، سمي لي رقم لي 1. هيدا النيتروجين اللي شايفينه هون رقم لي 2، هيدا الكربون اللي شايفينه هون رقم لي 3. The location in the periodic table of the elements that constitute arginine are shown below. وعطانا إذا بتلاحظوا بالارجينين في عنا أربع أنواع من الاليمنت، هن الهيدروجين، نيتروجين، كربون، في عنا أكسجين. أربع أنواع من الاليمنت. عطاني الكولوم والرو لكل element من هول الاليمنتس. Part 1. Write the Lewis dot symbol for the of the elements shown in the above table. كيف بدي أعرف ال Lewis dot symbol؟ طيب Lewis dot symbol represents the valence electrons in the atom. يعني the atoms the electrons found on the last energy level. طيب مين تعريفه نفس الشيء the electrons found on the last energy level؟ column ولا row؟ طبعا انتو حافظين ان الكولوم هو number of electrons found on the last energy level، يعني number of valence electron. فاذا رح نبلش لحتى نعرف Lewis dot symbol بدنا نعرف العدد الفالنس electron اللي هو بذاته الكولوم. حنبلش بالهيدروجين. هيدروجين كولوم 1، فاذا Lewis dot symbol لإله عنده only one valence electron، يعني Lewis dot symbol لإله هيك. طيب نجي على النيتروجين كولوم 15. كولوم 15 بدنا نقص 10 لنعرف كم فالنس الكترون، يعني عنده 5 فالنس الكترونز. فاذا Lewis dot symbol له هيك 1 2 3 4 and 5. نجي على الاكسجين بنفس الطريقه. الاكسجين is in column 16 so it has 6 valence electrons on its last energy level، يعني Lewis dot symbol لإله رح يكون عليه 6 valence electron 1 2 3 4 5 and 6. الكربون كمان بنفس الطريقة. It's in column 14 so it has 4 valence electrons on its last energy level، لكن Lewis